هتكلم على البوابات او منظومه معدات التذاكر عموما اللي انشئت للخط الاول والثاني بدلا من البوابات اللي كانت كثيره الاعطال ومشاكلها كانت كثيره. الحقيقه المشروع ده مشروع ضخم جدا، ما هوش عباره عن بوابات فقط انما منظومه كامله ومتكامله 1171 بوابه تم تركيبهم بالخطين الاول والثاني، بالاضافه ل 140 مكنه اصدار تذاكر تم تركيبهم في الخط الاول بدلا من الماكينات اللي هي كانت حالتها بدات تبقى تعبانه جدا. في كمان طبعا 55 جهاز تحكم ده داخل كل محطه من محطات الخط الاول والثاني. بركب المترو كل يوم الصبح رايح وراجع، ما ينفعش اعدي من عربيه من البوابه من غير تذكره، انا اصلا معايا اشتراك. الاول كان ما فيش، البوابات اصلا كانت بايظه، كان تعدي من غير البكره اللي بتلف دي كانت عطلانه، بتلفها على الفاضي يعني، تحط تذكره كده وتعدي. انما دلوقتي لو دخلت تذكره وانت قاطعها اقل من المسافه اللي انت رايحها يعني او هتوصل فيها بيطلع ايرور ان انت المسافه بتاعتك غلط وبتغرم فلوس. كان في البوابات القديمه بالنسبه لنسبه الاعطال كتيره، فكان بيبقى فيه بيننا وبين الركاب مشاكل كتير جدا. فالمشاكل كانت بتبدا ان الراكب اصلا البوابه عطلانه فبيعدي من البوابه بدون تذكره، بتبدا تتعامل معاه وتودي الراكب للشرطه ويجي من الشرطه، وتبقى في مشاكل بتوصل الى لحظات كتير جدا يعني خناقات. طبعا دلوقتي البوابات دي نسبه الاعطال فيها زيرو، فما بتخلكش تلجأ لأي أي مشكلة مع الراكب، ما عادش فيه تهرب ولا بنسبة 1%. وطبعا ده مما أدى إلى زيادة الإيراد فبنسب كبيرة جدا، يعني إحنا لو كانت 50% بقت 100%. المكنة طبعا مش هتعديني من غير تذكرة. بتتميز المعدات الجديدة أو البوابات الجديدة زي ما انتم شايفين كده من إن هي ثنائية النظام، بمعنى إن هي ممكن تشتغل بالتذكرة المغناطيسية العادية ذات الرحلة الواحدة أو إن هي تشتغل بالكارت الذكي. ده طبعاً كان هذا الكلام ما كانش موجود في البوابات القديمة، كانت البوابة القديمة إما إن هي تكون تشتغل بالكارت الذكي أو بالتذكرة المغناطيسية فقط. يعني ما بتجمعش ما بين الإيه؟ النظامين. طبعاً تكلفة المشروع العظيم اللي إحنا الخاص بيه منظومة معدات التذاكر اتكلف حوالي 200 مليون جنيه، وكان من خلال الهيئة القومية للأنفاق. أنا بحب النظام حلو عشان ما اخبطش حد ولا حد يزقني، بحب أعدي بتذكرتي وأعدي وأركب مترو، ما أعطلش نفسي عن وقتي برضو، لو أنا تعطلت برضو كده حصل مشكلة بتعطل الواحد عن وقته.